أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الفائتة عن صفحة مهمة من صمود العراقيين في وجه التحديات، وهذا هو الدرس الذي نخرج منه عند استعراضنا تلك التحديات التي واجهها العراق وواجهتها المدن العراقية بقواها وحدها. يعني الموصل في حصار نادر شاه سنة 1743 لم تكن مدعمة بأي قوات عثمانية، كانت المدينة تواجه مصيرها بنفسها. وقد تحدثنا أيضا في الحلقة الفائتة عن بعض صفحات ذلك الحصار الذي فرض على هذه المدينة، وقلنا بأن أبرز ما برز من مظاهر القوة في هذه المدينة هي وحدة نسيجها الاجتماعي. لم نجد ثمة فرق بين صغير وكبير، بين وال وبين جندي، بين عسكري وبين مدني. الكل حاربوا والكل صمدوا وتحملوا وتعاونوا واتخذوا قرارهم بالصمود وحدهم بنفسهم كما ذكرنا في الحلقة الفائتة، وكلهم واجه المصير ذاته حقيقة، ولم ينأى أحد بنفسه عن هذه المعركة التي عبرت عن شخصية المدينة، بل عن شخصية الإنسان العراقي في مواجهة التحديات. تحدثنا أيضا عن صفحات المعركة الأولى، صفحات القتال، وقلنا أن يعني حينما لم تجدي عملية قصف المدينة بالمدافع الكثيرة التي كانت يعني قد نصبت على ربايا خاصة أمام كل برج من أبراج المدينة، كانت ثمة ربية عليها مدافع من النوع الثقيل ومدافع هاونات كثيرة وغير ذلك، لكن هذا القصف المستمر لم يؤدي إلى إضعاف من معنويات السكان ولا أدى إلى انهيار شيء من سور المدينة. وحينما تحولت إلى الصفحة، يعني فتحت الصفحة الثانية وهي محاولة إحداث ثغرة في السور عند برج باشطابية مقر القيادة العسكرية، وحدثت هذه الثغرة فعلا. هذا السور يرقى في أسسه إلى العهد الأتابكي، يعني لا نعتقد أنه كان متينا تماما، يعني كان قد رمم نعم، ولكن أمام سيل من المدافع وسيل من القذائف بهذا التركيز الهائل ولأيام عدة أدى إلى إحداث ثغرة، ولكن تم ردم هذه الثغرة وسدها بتعاون جميع الناس، يعني من البنائين ومن السكان، وكان يعني هناك تهيئ لمثل هذه الحالة، يعني وضعت كميات من الصخور من الحجارة وكميات من الجص، وحتى أن البنائين كانوا يحملون معهم الطاسات وفيها الجص لردم هذه الثغرة، بل أن والي الموصل نفسه وهو الحاج حسين باشا الجليلي نزل بنفسه، يعني وهو مندفع تماما يحمل الطاسة وفيها الجص والصخور ويبني هذه الثغرة بنفسه. فطبيعي الشعب حينما وجد قائده بهذه الشجاعة وهذه القوة اندفع كله لردم هذه الثغرة، وبالتالي فشلت هذه المحاولة. حينما فشلت هذه المحاولة لجأ
نادر شاه إلى أسلوب آخر كان متبعا في الحصارات، حصارات المدن والحصون في ذلك العصر، وهو حفر خنادق تحت الأرض، أنفاق تحت الأرض، ربما ألمحنا إليها في حديثنا في حلقة فائتة، لتصل هذه الأنفاق إلى أسس السور، يعني من مسافة من 30 متر أو أكثر يحفرون هذه الخنادق وهم يتسترون بما يحميهم من قذائف الذين يقفون على السور، يحفرون هذه الخنادق حتى يصلوا إلى أسس السور ويملؤون الخندق بالبارود، ثم يلقمونه بمعنى يضعون يعني الفتيلة كأنها لقمة في حلق فتحة الخندق ويوقدونها، وإذا بالنار تنتقل بسرعة إلى أسس السور فينهدم. ومن كلمة يلقم ظهرت كلمة لقم، والتي تحولت إلى لغم ومنها الغام، من إلقام الخندق كمية أو فتيلة البارود هذه. ولكن هذا الأسلوب لم ينجح، انظر إلى لطف ربك، أحد الخنادق انفجر ولكن ضرب سور أو أسس لسور قديم ليس هو سور الموصل، فلم يؤدي الانفجار إلى شيء مضر، يعني اصطدم بشيء بسور ما بأسس سور قديم ليس هو سور الموصل. وأحد الألغام هذه أو الأنفاق الملغمة انفجر على المهاجمين وليس على المدافعين، فآذى المهاجمين ولم يؤذي المدافعين عن المدينة، فشل هذا الأسلوب مرة أخرى. ترك أغلق أو سد الجيش المهاجم الفرع من النهر كانت تستقي منه المدينة، أغلقه حتى يضطر السكان إلى العطش، ولكن المدينة لم تعطش، هناك الآبار وهناك الرغبة والتحمل والصبر، فظلت المدينة صامدة رغم أنه قطع عنها مياه الشرب. واندفع هو إلى القرى المجاورة في يعني في شرق الموصل خاصة، يخربها، يعني يضيع الوقت، يخرب هذه القرى ما استطاع له التخريب، ويدمر ما يستطيع تدميره، وهو ينتظر انهيار المعنويات ويعني تسليم المدينة. وبعد 42 يوم لم يحدث شيء مما كان يتوقعه، خرب ما خرب من تلك القرى، وأغلب سكان تلك القرى كانوا قد لجأوا إلى أسوار المدينة وهم قد شاركوا في الدفاع عنها حقيقة، لكنه يعني لم يجد المدينة ترفع الراية البيضاء، يعني لم تستسلم إطلاقا وظل صامدة. حين ذاك لم يعد أمامه من صفحات القتال إلا أن يهجم على المدينة بجيشه مرة واحدة باستخدام السلالم، صنع 1000 سلم عدا 1000 سلم، وهيئ الجنود المهاجمين لكي يرفعوا هذه السلالم ويضعونها على حواف السور، على جدران السور، وأن يعني يصعدوا عليها بسرعة حتى يسيطروا على قمة الأسوار هذه، قمم الأسوار، ويقاتلوا الذين يدافعون عن هذه الأسوار، ثم يعني ينزلوا إلى داخل المدينة ويحتلونها. كانت هذه المعركة قد أعد لها من صناعة 1000 سلم عالي، يعني هذا السلم يصل من الأرض إلى أعلى السور، صنعت السلالم وتهيأ القوم إلى الهجوم في إحدى الليالي، أو يعني في آخر إحدى الليالي التي اختيرت للقيام بهذه الصفحة المهمة من صفحات القتال. وبالفعل اندفع المقاتلون المهاجمون وهم يرفعون بأيديهم هذه السلالم الطويلة ويضعونها على الأسوار ويصعدون عليها بغية السيطرة على قمة أو على حوافي أو على سطح تلك الأسوار لمقاتلة من يدافع عنها.
هنا يروي المؤرخون رواية مهمة. نعم، في التأكيد كان المقاتلون على الأسوار متهيئون إلى مثل هكذا يعني أعمال وصفحات عسكرية، ولكن المؤرخون يذكرون أن خبرا جاءهم من بعض المتعاونين معهم في الجيش المهاجم، يعني بعض المهاجمين لسبب أو لآخر لدوافع مختلفة أرسل إلى المدينة يقول أن نادرشاه غدا سيفعل كذا وكذا، فتهيأوا. إن كان هذا عملا استخباريا أو عملا تطوعيا من قبلي، لأنه جيش نادرشاه كان حقيقة خليط من جيوش كثيرة، يعني ذكرنا في حلقة فائتة أنه كان يضم فضلا عن جيشه مقاتلين من أمم مختلفة، كان قد فتح أوطانها وضمها قسرا إلى جيشه، فلا يستبعد أن يعني أن يقوم أمثال هؤلاء بإنفاذ هذا الخبر المهم، هذه الرسالة المهمة إلى المقاتلين في المدينة. فإن كان هذا قد حدث فعلا وهو قابل للحدوث تماما كما ذكرنا، أو أنهم كانوا مستعدين، على أي حال كان المقاتلون على الأسوار في حالة تهيؤ تام إلى هذه المعركة. وحينما وصل الصاعدو السلالم إلى قمم السور لم يجدوا أمامهم إلا مقاتلين أشداء دفعوا تلك الأسوار من أعلاها، فدفعوها فسقطت أو مالت بالاتجاه البعيد عن السور، فسقطت بمن عليها من الصاعدين والمقاتلين. فسقط هؤلاء أين؟ سقطوا في خندق المدينة، لأن خندق المدينة يحيط بالأسوار، فكانت يعني خسارة كبيرة على أولئك الناس، وبدأوا بالانسحاب الفوضوي غير المنظم بعد أن تساقطوا كالحجارة من على سلالمهم هذه. منهم من سقط في الخنادق، ومنهم من أصيب حتى وهو ساقط على الأرض أو في الخندق من قذائف ومن يعني أسلحة الذين كانوا يسيطرون على السور. حدثت مقتلة كبيرة وانسحب الجميع. حاول نادرشاه أن يعني أن يدفع أولئك لمواصلة القتال، ولكن كانت الصفحة قد انتهت، وكانت الخسائر موجعة فعلا بالمهاجمين، حتى أنهم يعني لم يسمعوا تلك الدعوات إلى الصمود والبقاء في أرض المعركة، فانسحبوا منها، وانتهت المعركة بانتصار وحدة المجتمع في الموصل، وبانتصار المقاتلين، وبفوز تلك القيادة يعني الباهرة حقيقة التي أبدت من الحكمة ما أبهر المؤرخين وأبهر الباحثين حتى اليوم. حينما انتهت صفحات القتال كان نادرشاه قد عسكر في سهل الموصل الشرقي في الجانب الأيسر، وهو يراقب المعركة، وقد طالت 42 يوم في حصار مستمر. بدأت الأخبار تصل إليه من داخل بلاده أن تململا أخذ يحدث، أن هناك بوادر تمرد على سلطته هو في بلاده، يعني أن البقاء أصبح ثمنه غاليا، وبالتالي بدأ يهيئ نفسه وقواته للانسحاب، يعني أصبح البقاء في الفضاء وهو ينتظر المعركة ويقود هذه المعركة له ثمن سيدفعه في بلاده، لأن هناك ملامح ثورة وتمرد. حين ذاك دعا أرسل رسولا إلى الحاج حسين باشا الجليلي إلى قيادة الموصل، يعرض فيها الانسحاب وحفاظا على ماء الوجه، يعني قال له لنتصالح، وكأن يعني هذه المعركة الطويلة التي يعني أودت بجيشه كما أودت بالمحاصرين، يعني هذه المعركة كانت يعني
لا لزوم لها. قال لنتصالح ونريد منكم يعني من يمثل المدينة فلنتصالح معه. لم يكن ثمة شيء يتفاوض بشأنه، كان هناك يعني عملية مدارات للهزيمة لا أكثر ولا ذلك ولا أقل من ذلك. فأنزل الموصليون مفتي المدينة وأعيان منها، يعني ثلاثة من أعيان المدينة بالحبال، لأنه ما كان يمكن فتح الأبواب، لا تندفع القوات المهاجمة مستغلة فتح الأبواب، كانت الأبواب مغلقة تماما. فأنزلوهم بالحبال وذهبوا إلى معسكر نادرشاه، وهناك يعني تم الحديث لفترة قصيرة، وأهدى نادرشاه فرسا جيدة إلى الحاج حسين باشا، وأهدى يعني سبحة من لؤلؤ إلى الحاج حسين باشا، وانسحب يعني وهو يداري الهزيمة. انهزمت هذه وانسحبت هذه القوات بسرعة مشرعة إلى مقراتها يعني درء ما يمكن أن يحدث في بلادها من احتمال قيام ثورة أو تمرد على النظام. ما الذي نخرج منه من خلال استعراض هذه الملحمة؟ وفعلا أحد المؤرخين الموصليين المتأخرين سمى هذه المعركة بملحمة الموصل، وهي تسمية دقيقة، فعلا هي ملحمة بكل صفحاتها. نخرج من هذه الملحمة بدرس مهم: كل ما فعله المقاتلون المحاصرون ما كان مجديا لو لم يكن ثمة نسيج اجتماعي متماسك. وقد قلت هذه العبارة في الحلقة السابقة وأكررها الآن. وحدة المدينة كان سببا في صمودها وفي انتصارها. التعاون المنقطع النظير الذي حدث بين سكان المدينة، بين الصنوف المهنية، بين لم يستثني أحد نفسه من القتال. كان من المعتاد في ذلك العصر أن العلماء مثلا يستثنون، علماء الدين يعني يستثنون من المشاركة في القتال، لكن في هذه الملحمة الكل شاركوا بعمائمهم وببزاتهم العسكرية وبكل شيء. كل من استطاع أن يقاتل قاتل، حتى الأطفال حتى النساء كان لهم دورهم في إسناد الجبهة الداخلية. صمود الموصل هو رمز لصمود المدن العراقية الأخرى. بغداد حوصرت ثلاث مرات من قبل نادرشاه قبل حصار الموصل، ثلاث مرات حوصرت، وكان والي بغداد أحمد باشا، وكان قائدا كفوءا أيضا، ولثلاث مرات لم يستطع الجيش المهاجم أن يقتحم المدينة. نعم، هو دخل إلى الجانب أو حاول أن يقتحم الجانب الغربي الكرخ، لأن سور الكرخ كان ضعيفا وبني على عجل، ومع ذلك نجح الكرخيون يعني درء الخطر عن حيهم عن جانبهم بصدورهم. كانت المعركة تجري قريبا من البيوت، لم يفصل بيوت الكرخ عن ساحة المعركة في الجانب الغربي في أحد هذه الحصارات الثلاثة إلا سور يعني بني على عجل ولم يكن مرتفعا، لأن الكرخ لم يكن مسورا في التاريخ. في من العصر العباسي الجانب الغربي لم يكن له سور، وحينما علم البغداديون والكرخيون بأن مدينتهم وأن جانبهم بالذات سيتعرض إلى هجوم، شرعوا ببناء سور على عجل يعني يمتد من منطقة الجعيفر إلى منطقة الكريمات إلى منطقة الصالحية والكريمات، يعني هذا السور هو وما كفى، يعني الوقت لم يكفي لأن يكون سورا شامخا كما هو أسوار المدن.
نعم، سليمان باشا الكبير الوالي التالي بنى أو أكمل هذا السور وبناه على شكل متقن، ولكن في فترة ذلك الحصار لم يكن تم تسور، ومع ذلك استطاع الكرخيون الدفاع عن حيهم، عن منازلهم، عن أسرهم بعنفوان مبهر حقيقة، حتى أن مؤرخا محليا كان يعني داره قريبة من السور وكان صبيا في ذلك الوقت، قال: كنا نسمع المهاجمين، أصوات المهاجمين وهي تهتف يعني للتشجيع للهجوم على أحيائنا، على محلاتنا، ونسمع أصوات التكبير والتهليل من جانبنا، وهو صبي يعني صغير بحيث يعني دون مستوى أن يشارك في المعركة. كانت المعركة تجري في أماكن قريبة من سكن الناس، ومع ذلك لم يبقى هناك من استثنى نفسه عدا الأطفال طبعا والنساء، الكل شاركوا في درء الخطر عنهم. كانت هناك وحدة نسيج مبهرة، لم يهرب أحد من ساحة المعركة، ولم يتخلف أحد عن بناء ما تحتاجه المدينة من تحصينات وأسوار، الكل اندفعوا اندفاع رجل واحد. هذا شيء مبهر حقيقة، لا يبرز إلا في أثناء الحصارات وفي أثناء المعارك وفي أثناء التحديات، حتى التحديات الطبيعية يعني الغلاء والأحجراد وقلة المطر، انحباس المطر. عرف العراقيون كيف يدرؤوا هذه الكوارث حتى هذه عنهم بوسائل مختلفة، ربما نتحدث عنها في حلقة مقبلة. ربما يتساءل أحد: وماذا عن البصرة؟ لم نتحدث عنها. حاصر نادر شاه البصرة وقاتل أهلها على نحو لم يكن يختلف عما وجدناه وتابعناه في حديثنا عن المدن الأخرى. حقيقة كانت هذه صفحة مهمة من تاريخ العراق، تركت آثارها ليس على المستوى العسكري أو السياسي، وإنما حتى على المستوى الاجتماعي والثقافي وعلى مستوى الوعي الوطني الذي سنتابعه في حلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.